هلقيت يا بنات، شايفين بعد ما هدوا كل الحيطة، شايفين هنا بيكون في قوس. هذا القوس اللي هنا، الحيطة اللي تهدت، مكان ما تهدت لازم يعملوا اللي هو يبنوا، يظبطوا النتوءات اللي بتبقى طالعة من مطرح الهد. شايفين كيف؟ شايفين عملوا هنا الحلق هذا تبع الباب هذا، شايفين كيف؟ بطون طبعا لازم يكون، لأنه مطرح الهدم. هاي هذا كمان شايفين، لأنه لما تيجي وتكون تدهنه لازم يكون هذا معمول. فعملوا الحيطة هذه والسطح، وهنا شايفين هلقيت، شايفين الحين لما انفتحت الصالة على المطبخ، هاي المطبخ، وسعنا دخلة الباب. شايفين دخلة الباب يا بنات؟ هنا كانت الباب لعند هنا، لعند هنا، هاي الباب، باب المطبخ لعند هنا. شايفين احنا شو عملنا؟ فتحنا هذه النتفة كلها عشان يوسع مدخل الباب، وظبطنا طبعا الحلق هنا بده يترتب لسه. وهي هم عملوا كل المناطق اللي بيبقى فيها الهدم. فتحنا هنا زي نظام هيك بار خفيف ووطيناه، وهتتلغي طبعا. هنا كان في كوبشتين كهرباء، فخلينا واحدة هنا، وهتيجي هنا رخامة ان شاء الله. فهيك بكون خلص، صار المطبخ فاتح على الصالة. بالنسبة للحيطة اللي انا حكيت لكم اياها يا بنات، انه يعني هذه الحيطة اللي كنا نشتغل عليها دايما في التصوير، شايفين هي هيك بتكون فتح بتاع البيت كله. هلقيت الحيطة هذه ما عندي هنا لتحت ولا فوق، فهلقيتها سكرنا الشباك هذا. هنا كان في شباك للمطبخ، وكان هنا البوتاجاز لما كنت بصور لكم اذا بتتذكروا. فسكرنا الحيطة هذه عشان هنا هنعمل المنطقة اللي هسير فيها الشغل، نعمل وحدات فوق وتحت ان شاء الله. هنا بيجي غاز باذن الله، وهنا جابوا الاطار تبع الرخام من تحت. وشايفين هنا عملنا يعني دخلنا كمان حنفيه من هنا عشان تكون لحنفيه للميه الحلوه، وعن طريقها كمان من تحت كمان بدنا نعمل هنا في المنطقه هذه برضو بدنا نعمل فتحه، عشان هنا بدها تيجي. كنا بدنا نعملها هنا غسلت الصحون، فحكى لي مش هينفع الراجل، فقلنا بدنا نعملها الناحيه هذه. شايفين الناحيه هذه بدها تكون جنب الحوض، بدي اجيب غسلت الصحون هنا نحطها باذن الله. وها حلقيت هنا معاكم خطوة بخطوة، شايفين المطبخ كله زي ما انتم شايفين على أرض الواقع. شايفين يا البنات الأرض كيف والوضع كيف، عن جد اشي الله يعيننا ان شاء الله. هي هيك الخطوات كلها ماشية معاكم، لما ان شاء الله يجي دور الدهان او الاشي اللي زي هيك كله هصوره معاكم اول باول. وهنا كمان المنطقة هذه كنت أحط هنا التلفزيون، وهنا الغسالة، غسالتي هنا، فهذه برضو المنطقة بتتظبط، لأنه عندي هنا حمام يعني مهجور ما بستخدمه، فبدي أركب له، لأنه هو عفوا كرسي أرضي، فبدي أركب له كرسي حمام. وهنا بدي أركب حوض عشان يصير على البيت، يعني يطل على البيت، بحيث إنه اللي بده يتوضأ يجي ضيف بده يتوضأ يغسل إيده، كمان يكون تابع للحمام الصغير. وهنا أنا عندي المنطقة هذه فيها بلاط للنص، وتحت كان فيها رطوبة وكنت حاطة زي جلاد يغطي منطقة الرطوبة، فهذه كمان لها تتكمل إن شاء الله، يا إما بدهان يا إما بلاط، اللي يشوفه يعني صاحب الشغل. وهوريكم إن شاء الله كل إشي بيصير خطوة بخطوة، لأنه أنتوا عارفين وحكيت لكم في الفيديو السابق إنه كل إشي كان في البيت هذا بنى حكومة، وإحنا ما كان إلنا إيد فيه ولا شغلنا فيه. فكانت كل الأشياء، السباكة والحمامات وكل إشي سيء يعني، كان في الشغل في الإسباكة والمطبخ. وإحنا يعني بدنا إن شاء الله هيك نحاول نظبط الإشي على هوا ما إحنا حابين، لأنه رطوبة كمان شايفين رطوبة بتبقى في البيت كيف من تحت. وشايفين مكان الحوض ما كنا مركبينه، يعني كان في التركيب نفسه غلط. ها بصوا، فكانت المية تكون تفوت بين الحيطة وبين المجلى. شايفين؟ شايفين كيف منطقة الرطوبة؟ فهذا كله هيدو ان شاء الله بتزبط وبتغير وبيصير منيح. هنا كنت عندي الفتحة هذه بدخل منها بربيش الغاز من برا، فسكرناها والحين نظبطها. وكمان هنا نسيت احكي لكم، فتحنا منطقة عشان تصريف الغسالة. شايفين عملت تصريف هنا للغسالة بحيث انها تخش في وحدة جوا، ما تضلها في الممر، تضلها عندي في المطبخ. وشايفين قريبة من كبشة الكهرباء. اي شيء ان شاء الله يصير يا بنات او هنعمله هحطه معاكم اول باول، وهوريكم في هذا الفيديو الرخام اللي اخترته يكون هنا لطاولات المطبخ. رخام لونه حلو بليق على الارضيه، لانه انا عندي الارضيه هيك عامله زي كانها
لونها بصلي قريب هيك لزهر فاتح خالص، يعني ما انتيش عارفة هو بصلي ولا زهري، مع حيطان المطبخ. وبصراحة مش هغير أنا حيطان المطبخ لأنه الإشي صار مكلف جدا وفوق يعني توقعاتنا، فهنضلنا على الرخام هذا وإن شاء الله أنا برتبه. وفوق كمان مش هقدر أكمل، إن شاء الله هدهنه دهان جديد يكون مع دهان الصالة، ويكون طبعا مقاوم لعوامل الرطوبة والشغلات هذه، عشان بحيث أنظفه لو بدي أنظفه في المستقبل، أو إذا بدي أحط له فوم أبيض. يعني هذا الإشي إن شاء الله أي إشي بدي أعمله هيكون معكم بإذن الله. هاي الفيديو اليوم شايفين هنا كم شباك، عشان هيك احنا لغينا هذا الشباك. هاي شباك وهي اثنين، وهنا كمان هاي ثلاثة هاي أربعة، فالبيت هيك هاوي وكفاية، فما في داعي للشباك اللي من الناحية هذه. هاي فيديو اليوم، دعواتكم يا بنات، خلوكم معايا بالدعوات، ودايما اضغطوا لي لايك عشان تساعدوني في القناة يا بنات، وهيك تقووا مني وتطلع الفيديوهات وتنشاف أكتر حبايبي. خلوكم معايا ومع السلامة. هلقيت رحنا يا بنات على المكان اللي بيبيعوا فيه الرخام، حبيت اني اوريكم الالوان اللي كانت موجودة وشو انا اخترت. انا بصراحة اخترت اللون اللي هو الشاب قاعد بنظف فيه، اللي بحط شوية مية على الرخام بحيث انه يبين لون الصدفة اللي موجودة في الرخام. الرخام هذا عامل زي الطوبي، لونه قريب من اللون الطوبي، هيك مونس بالوان هيك خفيفة زي عاملة زي البصلي او زي الزهر الخفيف، كتير لونه قريب من لون ارض المطبخ والحيطان. هذا اللون اللي انا حبيته، واللي حبيته اكتر انه حكالي انه لسه له اسبوع نازل، يعني مش كتير من زمان معروف، فحكى انه هذا جديد لسه نازل، وحكى لسه الطلب عليه كتير. اذا انتم حابين خدوه من اول، لانه لو بدكم ترجعوا تاني يوم او بكرة، انا كنت بالاول كنت هيك بس اتفرج وبعدين ارجع تاني يوم، قال لي لا بكرة مش هتلاقيه لانه نازل جديد ولونه كتير حلو عاجب الناس، فاعتمدت وقلت توكلنا على الله واخدته. انا لو ما كنت اخترته كنت اخترت اللون هذا، شايفين هذا اللون برضو كتير قريب النترة اللي فيه من لون البلاط المطبخ والحيطان، فكنت هاخته، بس لاني حسيت انه هداك اجمل واجدد يعني في الشكل من الانواع هذه، فخلاص حكيت مش هاخده، اخدت هداك لانه كتير شجعوني عليه ولونه بجنن عن جد. اول مرة اشوف لون زي هيك، انا بحب كتير اللون الطوبي والسماجي والشغلات هذه كتير بحبها. وكمان نشوفه هنا الرخام الاسود برضو فيه نترة خفيفة على ابيض. كنت زمان اول ما بديت افكر اني اجدد المطبخ كنت حابة كتير اني انا اعمل لون اسود في الرخام، بعدين حكيت لا، لانه شفت كتير ناس بالتعليقات في الناس اللي بتجدد المطابخ حكوا انه اللون الاسود بغلي بكتير في التنظيف، فحكيت لا خلاص، يعني اي غبرة بتبين فيه هتضطري ليل نهار ماسكة الفوطة او شريطة وتمسكي فيها يعني تمسحي فيها كل طاولات المطبخ، ف حكيت لا خلينا على الاشي اللي زي هيك. شايفين اللون هذا برضو نترته حلوة كتير وقريبة من لون بلاط بيتي، بس عشانه لونه قريب من لون مطبخي القديم او يعني برضو على ابيض ما حبيته، حكيت بدي ابعد خالص عشان احس عن جد انه في تغيير. هنا شايفين هذا اللون برضو الكرميدي حلو كتير، ما بعرفش هو كرميدي هو هيك لونه زي بني، برضو حبيته بس حسيته مش مناسب ابدا للون بلاط المطبخ فبعدت عنه. وشايفين هذا اللون برضو هيك لون حلو بس هيك بتحسيه باهت شوية، برضو مناسب لون مطبخي ولكن حسيته باهت هيك ما في روح. وهيني بوريكم يعني نوع الرخام اللي كان موجود من بعيد، اذا بتلاحظوا عن جد اللي انا اخترته مش عارفة انا، انتوا اكتبوا لي بالتعليقات حسيته عن جد مميز، اللي اخترته عن جد حسيته مميز بينهم هيك عامل فخامة بين الموجودين، فاخترته هو وكتير عجبني وعجب اللي وريتهم اياه كلهم. اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم، وما تنسوا اللايكات عشان اكمل لكم سلسلة تعديل المطبخ.